خلينا ندخل بالسياسة سيادة المحافظ وندخل بالترتيبات السياسية اللي صارت في محافظة ديالى حتى يعرف شعب ديالى شلون تمشي الأمور. أنت مرشح ائتلاف دولة القانون لكنك سياسيا مستقل، شلون نجحت بكسب تأييد السيد نوري المالكي وفشلوا قبلك ست أشخاص قبلك فشلوا في كسب تأييد دولة القانون والحصول على منصب المحافظ؟ يعني هو أكيد يا مو فقدوا كسب دولة القانون، أكيد هم كانوا مرشحين دولة القانون، بس بالنتيجة اليوم فقدوا الأخوة اللي قبل اللي ترشحوا لهذا المكان، فقدوا تأييد الأخوة الآخرين في داخل مجلس المحافظة، لأنهم هم كانوا مرشحين دولة القانون. صار التوافق من باقي الأحزاب الأخرى اللي مشاركة في العملية السياسية، كان الاختلاف يعني مو داخل دولة القانون بقدر ما كان الاختلاف عند الأحزاب الأخرى المشاركة في العملية السياسية اللي يمثلون مجلس المحافظة. صار التوافق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم على منصب المحافظ من خلال التوافق مع الأحزاب الأخرى وليس في داخل مجلس دولة القانون. ها يعني بس الأحزاب الأخرى مو بس دولة القانون؟ لا، دولة القانون أكيد يعني يعني كانوا هم مرشحين من رشحوا قبلي أشخاص، يعني كانوا هم مؤمنين بهم، أنا جزء من هاي الأشخاص المنظومة اللي ترشحوا من الأشخاص اللي نال الثقة دولة القانون، بس كان الخيارات بداخل مجلس المحافظة ما صار توافق. لا يزال ائتلاف دولة القانون يعني داعم للسيد عدنان الشمري؟ أكيد أنا يعني اليوم يعني أنا مو بس أمثل دولة القانون، أنا يعني اليوم صحيح أنا جيت نتاج عن دولة القانون وأمثل دولة القانون، بس أنا اليوم كمنصب محافظ أمثل كل أهل المحافظة. اليوم أنا يعني اليوم كمحافظ كل الفئات اللي موجودة اليوم بالمحافظة اليوم أنا يعني أمثلها من كرد إلى سنة إلى شيعة إلى الأخوة التركمان، كل الفئات اللي موجودة تعرف هاي ديالها لها خصوصيتها بأنه اليوم المحافظ لازم يكون عادل بالتعامل مع الآخرين.